أيام معدودة وسنقتحم كييف ونتمكن من السيطرة على أوكرانيا. تلك هي الفكرة التي ربما جالت بذهن الإمبراطور الروسي المزعوم فلاديمير بوتين عقب شنه الحرب على جارته أوكرانيا، الجارة التي منذ أن رحبت بفكرة الانضمام لحلف الناتو باتت تشكل خطر وجود على الأمة الروسية على حد وصف بوتين. ما فائدة هذا العالم لو لم تكن روسيا به؟ هكذا صرح الرئيس الروسي تعبيراً عن ضرورة انتصاره في تلك الحرب الوجودية. حسناً، والآن أين نحن؟ مستنقع عميق غرز به الروس، الرؤية باتت ضبابية، والعالم بات على وشك حرب عالمية نووية حقيقية، والسبب هو الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الروسي حتى وقتنا الحالي. عدد ضخم من الخسائر الروسية التي ستثبت لك زيف الصورة الإعلامية التي ظهر بها الجيش الروسي. تشير التقديرات أن الخسائر الروسية وصلت على أقل تقدير لأكثر من 2300 مركبة عسكرية حتى الآن، ناهيك عن الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدها الجيش الروسي. بعض التقديرات تشير بوصول ذلك الرقم إلى أكثر من 2700 مركبة. ربما من أهم الخسائر الروسية حتى الآن هي الدبابات، من دبابات برمائية خفيفة لدبابات ثقيلة لطالما مدحها الإعلام الروسي وقدمها للعالم على أنها أسلحة فتاكة. باتت اليوم تمثل شرخاً حقيقي في سمعة السلاح الروسية وحتى خبراء السلاح من الروس. وفقاً لموقع ORYX المختص بالأبحاث والتقارير العسكرية، فإن روسيا ما بين 395 دبابة إلى 460 دبابة، وهي على الأرجح مقسمة كالآتي: حوالي 184 دبابة تم قصفها ونجح الجيش الروسي في تدميرها، وست دبابات تحطموا وخربوا في الميدان، 42 دبابة تم الاستغناء عنها من قبل الجيش الروسي وباتوا تحت سيطرة الأوكران، وأخيراً حوالي 163 دبابة وقعوا في الأسر. أضف لذلك أكثر من 2000 مدرعة عسكرية وعربة مدرعة، والأهم من كل ذلك السفينة الحربية موسكافا، واحدة من أكبر وأهم السفن الحربية للروس في البحر الأسود. وهنا يتبادر لذهننا السؤال الأهم: هل السبب في تلك الخسائر الفادحة يعود لقوة أوكرانيا أم ضعف الروسي؟ في الواقع لا شك أن دعم حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا يعد العامل الأهم في صمود كييف حتى الآن في وجه الغزو الروسي. فمنذ بدء الحرب دعم حلف الناتو أوكرانيا بأكثر من 2000 صاروخ من صواريخ الجيل الثالث المتطورة، والتي كان منها الصاروخ الذي استهدفت به أوكرانيا السفينة موسكافا ونجحت بإغراقها. وبحسب شركة لوكهيد مارتن يمكن إطلاق صواريخ جافلين بحيث ينفجر الصاروخ فوق الدبابة حيث يكون الدرع هو الأضعف. كما أرسلت المملكة المتحدة أيضاً ما لا يقل عن 3600 صاروخاً خفيفاً مضاداً للدبابات من الجيل التالي NLAW، والتي تم تصميمها أيضاً للانفجار فوق قمة الدبابات المكشوفة نسبياً. كما أرسلت الولايات المتحدة 100 طائرة بدون طيار انتحارية من طراز سويتش بلايد إلى أوكرانيا. يمكن للطائرات الآلية أن تحوم على مسافة من الهدف وتضرب في الوقت المناسب. ومع هذا يبقى الضعف الروسي والفشل اللوجستي سبباً رئيسياً بارزاً في تكبدها لكل تلك الخسائر. إليك تلك المقارنة السريعة بين الدبابات البرمائية الروسية T-72S التي تعد واحدة من أهم الدبابات الروسية المشاركة في الحرب مع الدبابة الأمريكية أبرام التي منحها الأمريكان لأوكرانيا. الأولى التي أكد الخبراء أنه فشلت في النجاح بمهامها العسكرية في أرض المعركة ليس لقوة منافسيها، وإنما لسوء تصميمها الذي أثر على كفاءتها بشكل كبير. فمثلاً الدبابة الأمريكية أبرام تتسم بالمميزات التالية: أولاً طاقمها الذي يضم 4 أفراد ما بين قائد وسائق ومعبئ ذخيرة ومدفعي أو مسؤول عن الإطلاق، الأمر الذي يجعلها تضم عدد أفراد أكبر في الميدان مما يسمح بالدفاع عنها بشكل أكبر، سهولة إصلاحها في حال تعرضها لأعطال كبيرة، شمولها لنظام إطلاق أكثر تطوراً من باقي الدبابات الأخرى مثل اتسامها بتواجد ذخيرة في مأمن بعيد عن أفراد الطاقم للحفاظ على سلامته في حال تعرضها للقصف. أيضاً سرعتها التي تصل ل 50 كيلومتراً في الساعة، بينما الدبابة الروسية ذاتية التعمير يعيبها قلة أفرادها، سهولة الاستيلاء عليها وسهولة تعريض طاقمها للخطر نظراً لوجود ذخيرة أسفل باب الدبابة مباشرةً.
تصميمها الذي يعيق حركتها ويجعلها أبطأ في الميدان. ومن الجدير بالذكر أن نصف الدبابات الروسية المفقودة لم تدمر أو تتضرر، بل تخلى عنها الروس وغنمتها القوات الأوكرانية. فقد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن أوبراين قوله: لقد شاهدت صورا للدبابات الروسية تجرها جرارات المزارعين الأوكرانيين. ويعزي البعض تخلي الجنود الروس عن دباباتهم بسبب نفاذ الوقود، وهذا فشل لوجستي روسي. بينما علقت بعض الدبابات في الوحل الربيعي الذي تعاني منه أوكرانيا في مثل هذا الوقت من العام، وهذا خطأ آخر ارتكبته القيادة العليا التي غزت في وقت غير مناسب من العام. كل تلك الفروقات لا تعادل سوى سطر صغير في أسطر طويلة من الفروقات التي تعطي الأفضلية للسلاح الأوروبي الأمريكي على السلاح السوفيتي المتهالك الذي تم تقديمه في بلادنا العربية على أنه الأحدث والأكثر فتكاً. ربما كان مجدياً في بعض من دولنا العربية كروسيا وليبيا وغيرها، ولكن في وجه الوحش الأمريكي لم يلقى السلاح الروسي سوى الهلاك والفناء. ليبقى السؤال قائماً: ماذا تملك روسيا من أسلحة للدفاع عما تبقى من شرفها العسكري في هذه الحرب؟ للأسف لا يوجد مفر من الإجابة. السلاح النووي هو أخطر ما تبقى لبوتين، والذي ربما يدفعه غروره العسكري في إطلاق الشرارة الأولى لحرب نووية لا يعلم مصيرها سوى الله. والآن ليس بيدينا سوى الدعاء بألا تحدث تلك المجازر العالمية التي ستطول كل أخضر ويابس في كوكبنا البائس.